الناس أليست أصبحت بالمستوى من الوعي أن هذه القوى التي تمارس هذه السياسة هي قوى لا تصدق غدا؟ ما القصة صارت معروفة، يوعدك اليوم يوصل بيك للسلطة، يردد قسم، يقعد على هذا الكرسي المصخم، بعدين يسوي لك ديليت من الوجود ومن الإعدادات ومن هاي مال جهات الاتصال. الناس ما صار عندها وعي، ما صارت تفهم. لا زال العراق وإقليم كردستان وجزء من الشرق الأوسط يعتبر، لا زال نحن في صنف الأخير من الوعي الانتخابي والتنشئة السياسية السليمة. لا زال الناس يصوت وفقا لولاءات اجتماعية تقليدية. صح ظهر جيل جديد، ما أتحدث عن قائمة جيل جديد، أتحدث عن شباب اللي تربوا في منظومة اجتماعية مختلفة، لهم يعني نوع من المعتقدات، قد لا يتأثروا بأحزاب والمغانم والسلطة. لكن لا ننسى أخ نجم، عندما نتحدث عن نسبة مشاركة 35% نتحدث 40%، أنا دائما أردد وأقول هذا انتخابات لفئة موظفين. يعني إذا حسبنا موظفين في إقليم كردستان اللي هم بوظيفة العامة وبالأخص القوات الأمنية والبيشمركة وكذا، وهذا عددهم ليس بقليل، هناك 1,400,000 موظف مكلف بخدمة عامة مع عوائل شهداء وأنفال، ويعني أنا يعني تقديري هو هاي النسبة اللي دي يشارك في الانتخابات. فهذا النسبة ليس خالية من مصلحة، ليس خالية من، يعني أنا مع جل احترامي حزب الديمقراطي واتحاد الوطني وبعض الأحزاب، إذا لم يتحرك ولم يقوم بحملات انتخابية، هذول الناس ينتخبوا ويروحوا إلى الانتخابات ويصوتوا إلى بعض الأحزاب التقليدية الموجودة في السلطة، لأن لديها مصلحة مع السلطة. فهنا تبدأ أمر الثالث اللي أيضا قبل الانتخابات تحصل، وهي حجم الضغط على الناخبين للمشاركة، اللي بتقديري هذا الضغط محصور بالأعضاء الأحزاب. يعني هناك أحزاب لديها الحق بأن يطلب من والله يا سيد الأعضاء يا سيد هوكر أن يشترك. اسمحها أنت والضيوف والمشاهد، الرخيص فقط والذي لا يحمل ضمير وليس لديه انتماء هو الذي من يسهل شراءه من الأحزاب التقليدية، من الأحزاب الناشئة، من الأحزاب المعارضة. الوطني والذي يحترم صوته ويعرف صوته أمانة لا يشتريه منه أحد، لأنه عندما يبيع صوته يبيع صوته يبيع ضميره. هذه الشريحة هي تحتاج إلى وقت حتى تسقط في الرذيلة، وسقطت، وليس ذنب الأحزاب، إنما ذنب هذه الطبقة التي تبيع ضمائرها بالسحت الحرام مقابل أموال لا تساوي شيء، لأنه يبيع ضميره، يبيع وطنه، يبيع مستقبله مقابل دراهم معدودات، وبعد شهرين يلزم لرايات ويقعد يهتف ويسب ويغلط، وماكو خدمات وماكو شغل وماكو كذا، لأنك أنت انتخبت العاجزين.